شاركت دولة الكويت الشقيقة في معرض إكسبو 2020 دبي بجناح مميز أبرز ماضي وحاضر الدولة ورؤيتها المستقبلية. نعم، حيث استعرضت الكويت الشقيقة عبر جناحها الماضي الزاخر بالقصص والإنجازات والحاضر المبني بسواعد أبنائها في هذا الحدث العالمي الكبير. معمار بارز وسط ساحة الفرص شكل الرؤية المستقبلية لدولة الكويت الشقيقة التي شاركت بطموح شبابها وعزمهم الدائم على التميز والعمل الجاد. حياكم الله في جناحكم، جناح دولة الكويت الموجود في منطقة الاستدامة من بين ثلاث مناطق: التنقل والفرص. الكويت اختارت أن تكون في الاستدامة تناغما مع رؤيتها، رؤية كويت جديدة 2035 التي جاءت بسبع ركائز كلها تدعم الاستدامة، ولذلك كانت فلسفة المحتوى وفلسفة هذا المبنى تتناغم مع هذه الرؤية، بحيث كان الشكل الهندسي الذي يعكس التوجه المستقبلي استند إلى عنصرين أساسيين. العنصر الأول هو برج المياه، والثاني هو اللون الذهبي الذي يكسو هذا المبنى، اللون الذهبي الذي يعكس أيضا أشعة الشمس. أشعة الشمس أيضا تتناغم مع البيئة الصحراوية الكويتية، والمثلثات تعكس أشعة السفن. تكون جناح دولة الكويت من عدة محطات انتقل الزائر من خلالها إلى أعماق اقتصادها وبيئتها ومدنها وشعبها. هذه النقلات أيضا انعكست على صناعة المحتوى في داخل الجناح، ولذلك منذ الخطوة الأولى التي يخطوها الزائر سيتنقل ما بين ماضي الكويت ومن ثم حاضرها ورؤيتها المستقبلية بإذن الله، رؤية 2035. تكنولوجيا عالية الدقة تم توظيفها في الجناح، توفد عليها الزوار وعاشوا فرصة مميزة تعرفوا من خلالها إلى حضارة الشعب الكويتي ورسالته المستقبلية. تجربة تفاعلية مفعمة بالحياة شارك بها الزوار بمختلف أعمارهم في جناح دولة الكويت الذي عرض إنجازات وعطاء هذه الدولة اللامحدود. شوق العثمان لمركز الأخبار، إكسبو 2020 دبي.